منظمة مهارات آسيا العالمية تأسست في سنة 2017، انضمت فيها 5 دول، طبعا مقرها الرسمي في إمارة أبوظبي. بدينا بداية بسيطة والآن الحمد لله وصلنا لعدد 24 دولة. طبعا منظمة مهارات آسيا العالمية تعنى بربط العلاقات الدولية بين دول آسيا في نظام المهارات عالميا على مستوى آسيا. سوينا أول مسابقة في سنة 2018، طبعا استضافتها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. المسابقة الجاية إن شاء الله بتكون في ماليزيا في كوالالمبور في سنة 2023. المشاركة تكون كبيرة إن شاء الله، ودولة الإمارات تمثل عدد كبير من المتسابقين في المسابقة هذه.